عناء التقاط الصور التذكارية مع نجمك المفضل لا يخلو من احتمالات الفشل، لكن متاحف الشمع في العالم تتيح لك هذه الفرصة، ولعلها أفضل الحلول في حال انعدمت خياراتك الأخرى. متحف مدام توسو في اسطنبول افتتح قبل نحو سنة ويستقبل مئات الزائرين يوميا. نصف الشخصيات الموجودة في المتحف هي شخصيات تاريخية تعود لزمن الدولة العثمانية وتاريخ تركيا الحديث، بالإضافة إلى نجوم الدراما والرياضة الأتراك. يضم متحفنا 60 مجسما، نصفها لشخصيات تركية والبقية لشخصيات عالمية. أردنا أن يضم المتحف شخصيات تاريخية تركية، لذلك قبل الافتتاح استطلعنا رأي مواطنين أتراك وسياح يأتون إلى اسطنبول، وقمنا باختيار الأسماء التي كانت في مقدمة الخيارات. تنوع أقسام المتحف واحتوائها على شخصيات ونجوم عالميين فضلا عن توسطه شارع الاستقلال الشهير زاد من إقبال السياح عليه، ولا سيما العرب منهم. المتحف عم يتجدد لأنه مثلا حاطين هلا واقفين قبالة ستيف جوبز اللي هو مؤخرا توفى. كثير حلو انه نشوف السايد الثاني من شارع اسطنبول، يعني حقيقه شيء بخوف انه ستيف جوبز واينشتاين وكلهم باينين سوريال. إدارة المتحف تسعى لزيادة عدد المجسمات تلبية لرغبات الزوار، لذلك يعملون على صنع مجسمين إلى 3 مجسمات سنويا لضمهم إلى المتحف، والتركيز سيكون مستقبلا على تعزيز حضور مجسمات الشخصيات العالمية المعروفة. زيدان زنجلو، العربية، اسطنبول.